الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 42 من الكتاب 34 كتاب الإمارة. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى أي نية أخرى لغير أن تكون كلمة الله هي العليا يبقى دي ليست في سبيل الله. أي نية أخرى ولو في سبيل الجماعة، يعني الإخوان المسلمين يقول لك إيه، وأقاتل في سبيل الجماعة، تملي يقول لك كده حتى في العهد بتاعه، كأنه جعل الجماعة إله من دون الله. يقول لك أخرج الزكاة وقت الانتخابات عشان الجماعة تستفيد بزكاتك فتاخد أصوات، يبقى هو يخرج الزكاة عشان إيه؟ عشان الجماعة تاخد الأصوات. كل عمل أصبح للجماعة، يقول له روح صلي في المسجد جماعة علشان تشوف الشباب اللي بيجي يصلي علشان تجنده في الجماعة، فأصبح ذهابه للمسجد عشان يتصيد ناس للجماعة، وأصبح ذهابه للمسجد مش لرضا الله، فتحول عمله كله للجماعة مش لسبيل الله. فهمت ازاي؟ لدرجة تقول اللهم أمتني على دين الإخوان. سمعنا واحد قال كده منهم، دليل ان هم متربيين تربية غريبة الشكل، اتربوا تربية غريبة الشكل. فهمت بقى؟ وكذلك كل فرقة على فكرة، تلاقي كل عمله من أجل هذه الفرقة عشان ينصر، ما بيعملهاش علشان الدين او لله، لا ده عشان الفرق او عشان الحصول على منصب علشان ينشر دعوته. يقول لك ذاكر كويس عشان تطلع من الاوائل، عشان تتعين في الكلية، علشان تبقى استاذ في الجامعة، عشان تنشر فكر الجماعة، يبقى بيذاكر كويس، كل ده علشان الجماعة في الاخر. تصور حياتهم كلها مكرسة للجماعة، وده من اخطر ما يمكن. اللي يقاتل في سبيل الله لله بقى، لله خالص، مش لأحد، لله بس، ولا لنفسه ولا لغيره ولا لدنيا ولا لمنصب ولا لغنيمة ولا لطيب ذكر ولا لأي حاجة. وكذلك كل الأعمال، ذهابك للمسجد لله بس، مش عشان أبقى مشهور ومعروف ومترشح الناس تنتخبني يقولوا عليا راجل طيب، لا ده لله بس. درجة كثير من الناس كانوا يحبوا يصلوا في مساجد متفرقة حتى لا يشتهر أنه من أهل مسجد معين، كمان يصلي الصبح في جامع ويصلي الظهر في جامع ويصلي. أنا زمان كنت أعمل كده، قعدت 10 سنين أعمل كده زمان أيام ما كنت لسه بربي في نفسي، كنت أصلي في أماجد متفرقة بحيث ما فيش مكان يبقى إيه أنا مشهور فيه محدش يعرفه، عشان تبقى لله خالص، تبقى في كل مسجد بتصلي فيه غريب، كن في الدنيا كغريب او عابر سبيل حتى لا يكون من اجل شهرة. شوف قد ايه. فالانسان لازم يراقب قلبه لله عز وجل، لان النفس تريد الصيت وتريد الشهرة وتريد الدنيا، النفس طبيعتها كده، فاحيانا تروح محولة امور الدين للدنيا. شفت ازاي؟ دي خطورة النفس. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وانت خارج لطلب العلم لازم يبقى في سبيل الله، مش في سبيل الشهادة ولا في سبيل الوظيفة، في سبيل الله لله. طب والشهادة والوظيفة دي كلها وسائل وليست مقاصد، المقصد ان يكون لله. الحاجات دي كلها وسائل سهلة، فلا تجعل الوسيلة مقصد. فهمت ازاي؟ الشهادة وسيلة للحصول على على وظيفة لأستمر في تعليم الناس والتعلم مع الناس، فدي وسيلة ان انا استمر في طلب العلم.
فهمت بقى ازاي؟ لكن ما تكونش هي وسيله عشان اترأس الناس وابقى رئيس في مكان. كل عمل تعمله لابد. انا رايح اتزوج، اتزوج ليه؟ لاعف نفسي وربنا يرزقني ذريه صالحه او اسعد النبي بيها واربيهم من حلال، يبقى اصبح ايه؟ اصبح لله مش لمجرد شهوه النفس بس. فلازم الانسان في كل عمل يعمله، هروح ازور فلان ازوره ليه؟ عايزه يفيدني في دنيا ولا هزوره اعوده لانه مريض لوجه الله؟ ولا بعزيه علشان النبي امرنا بتعزيه المسلم، من عز اقله في مصيبه ايه البسه الله تاج الكرامه يوم القيامه. ده انا بعملها لله. يبقى كل حاجه بشيع جنازه لله، بعين انسان على حاجه لله، مش عشان يشكرني او علشان لما احتاج منه حاجه يعملها لي، يبقى دي مقابل دي. كل حاجتك تخليها لله. والسعيد حقا هو الذي يرزق النيه، تصبح حياته كلها لله. يبقى نومه لله وقيامه لله وسعيه لله وتربيه اولاده لله وحسن معاملته للناس لله وتسامحه عن ظلم الناس له لله، كله لله. فهمت ازاي؟ واللي بيعمل حاجة لله ما كان لله دامه واتصل، وما كان لغير الله ايه؟ انقطع. مش كده برضو؟ وعن ابي قال حدثنا، اي باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للامام مسلم في صحيح الحديث 28 بعد 500 بعد 5000، قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم يعني للدنيا، والرجل يقاتل ليذكر للشهرة، والرجل يقاتل ليرى مكانه علشان يعرف، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف النبي بقى الإجابة، أعرض عن كل الأهداف دي كلها. قال له الهدف الحقيقي يسموه إجابة الحكيم، يعرض عن الغير المهم ويثبت المهم بس. قال من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله، لأن الأغراض الإنسان تتنوع غير الثلاث أغراض دي، في أغراض كثيرة كمان مش هي الثلاث أنواع دي بس، فالأغراض لا تنتهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ما لا ينتهي وذكر ما فيه الفائدة صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. وكلمة الله هو دين الله، مراد الله من عباده العبادة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن العلاء، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه قال، الأعمش اللي هو اسمه إيه؟ سليمان بن مهران، عشان تبقى عارف أسماء إيه، لأن ده لقب الأعمش لكن هو اسمه سليمان بن مهران. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، يعني من أجل القبيلة ومن أجل الجماعة ومن أجل طائفة معينة أو فئة معينة اسمها حمية، ده بيقاتل من أجل جماعة معينة أو فئة معينة أو طائفة معينة أو جنس معين أو وطن معين. ويقاتل حمية ويقاتل رياء يعني شهرة، رياء يعني إيه؟ يعني يرى، يريد أن يري الناس، يريد أن يراه الناس، أدي معنى رياء. أي ذلك في سبيل الله؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وعن أبي قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق. شقيق اللي هو مين؟ أبو وائل اللي فوق، مش قال لك أبو وائل فوق اللي هو شقيق ده؟ هو نفسه. عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: يا رسول الله، الرجل يقاتل منا شجاعة، فذكر مثله. وعن أبي قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القتال في سبيل الله عز وجل، فقال: الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية. قال: فرفع رأسه إليه، وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما. يعني النبي كان قاعد والرجل بيسأله واقف، فلما النبي صلى الله عليه وسلم سمع السؤال وأراد أن يجاوب رفع رأسه إليه وأجابه، فدل على أن الرجل سأل وهو واقفا والنبي كان جالسا. قال: فرفع رأسه إليه، وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. وعن أبي قال: يعني اللي نيته مش خالصة لله لا ثواب لعمله، وطالما لا ثواب لعمله يبقى ايه؟ يستحق النار خلاص، يبقى صار عمله اللي هو في ظاهره صلاح اصبح ايه؟ حرام. يبقى عمله اللي هو في ظاهره صلاح ده اصبح حرام، واللي مرتكب الحرام يدخل النار. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جريج قال حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل أهل الشام. ناتل أهل الشام اسمه ناتل ابن قيس الحزامي، شامي سكن فلسطين، تابعي وأبوه صحابي. فهمت بقى؟ اسمه ناتل ابن قيس الحزامي، قيس الحزامي ده صحابي، ناتل ده ابنه تابعي، سكن الشام وايه ونسب الى فلسطين. انتظر سيدنا ابي هريره لما انتهت المجلس بتاعه وتفرق الناس عنه فراح يساله سؤال. فهمت بقى ازاي؟ فقال له ناتل اهل الشام: ايها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. شوف مات شهيده فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال له: ألم أهدك للإسلام؟ ألم أحفظك القرآن؟ ألم أرسل إليك أفضل الأنبياء؟ ألم أيسر لك أن تتعلم؟ فيسرت لك أبا جعلك تدخل المدرسة، ويسرت لك الشيخ الفلاني يحفظك القرآن، وزوجتك من فلانة، وأعطيتك من الأولاد ما يسعدك، وأعطيتك من الأموال ما كذا وكذا. يعني قاعد يعرفه نعمه عليه. فهمت ازاي؟ الأول عملت ايه في النعم دي بقى كلها؟ شكرت بيها ولا عملت ايه؟ فهمت؟ فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قتلت لان يقال جريء. فقد قيل انت كان عايز اجرك انك انت يقال لي جريء، الناس قالوا عليك جريء ما شاء الله، وعملوا لك نصب تذكاري وكتبوا اسمك مع الشهداء وحاجه جميله قوي، وخدت كمان معونه الشهيد كل شهر، ولادك كانوا بيقبضوا كل شهر 1000 جنيه عشان ما يتشي. خدت اجرك خلاص في الدنيا، عايز ايه تاني؟ خش على النار يلا. فهمت ازاي؟
يبقى لا تغتر حتى من مات في المعركة مقبل غير مدبر، لا تغتر بيه، يمكن كان في قلبه حاجة منعته درجة الشهادة. يبقى احنا لا نتجاوز ايه ونتألى على الله، وكل من مات نقول عليه شهيد. اللي يقول على الميت شهيد ده عايزه نبي يوحى اليه، عايزه نبي يوحى اليه. احنا نتمنى ليه يبقى شهيد، نتمنى لكن لا نجزم. فهمت ازاي؟ نتمنى فقط ونقول يا رب اقبله عندك شهيد، لكن هو بقى بينه وبين ربنا، ربنا مطلع على قلبه ونيته. يمكن كان خارج يتفرج او خارج ينتقم او خارج يتحرش بالنساء، مش كده برضو؟ او خارج علشان يركب الموجة ويشتهر كده وياخد في الوزارة نصيب ويبقى من الثوار ويستضيفوه في الفضائيات ويبقى ناشط سياسي، مش كده برضو؟ شهرة، وهم اصلا عالم فاشلة في حياتها الخاصة، فعايز ينجح في اي مجال ولو في مجال الفوضى، المهم ينجح وخلاص في اي حاجة. ممكن خارج كده فاصابته طلقة فمات، نقول عليه شهيد؟ احنا نقول مات رحمه الله ونصلي عليه ونقول يا رب اغفر له وخلاص، ونكل امره الى الله بقى، نكل امره الى الله، لكن لا نتسرع. كان بيقتلوا مع النبي، مع النبي في اكتر من كده، القائد بتاعه من النبي، في احسن من كده شرف حرب، ويجي واحد منهم يموت بين يدي النبي يقولوا عليه شهيد، النبي يقول لهم لا ليس بشهيد، ده مش شهيد، ده كان بيغل في الغنيمه. شوف قد ايه. يبقى ده الوقت احنا بقينا نستسهل، اي حد مات نقول عليه شهيد وخلاص، حتى ولو حنا مات نقول حنا مات شهيدا. الشهاده دي اصلا منصب كبير عند الله ولا يعلمه الا الله. لو واحد يخبر بيه لابد ان يكون نبي يوحى اليه، وطالما ما فيش فينا نبي يوحى اليه يبقى ما حدش يتكلم، ما حدش يتكلم خالص. فهمت بقى ازاي؟ نتمنى فقط على الله ولا ناكل الامر الى الله. ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، نار التطهير مش نار الخلود، لانه ده متع الاسلام، يبقى دي نار التطهير وليست نار الخلود، لانه مات على الاسلام على معصيه. فهمت بقى ازاي؟ دي مش نار ابو لهب ولا نار فرعون وهمان، دي مش نار الخلود، دي نار التطهير، هيخش النار يقعد فيها شوية لحد ما يتطهر ويبقى صالح انه يدخل الجنة. فهمت بقى ازاي؟ ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، يعني حفظ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، عشان الناس يقولوا عليك العالم فلان، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يبقى كل الكلام اللي يأتي في مناقب وفضائل العلماء يتوجه للعالم الذي جعل علمه لله. فهمت ازاي؟ يبقى مش اي عالم بقى ياخد هذه الفضائل، لابد ان يبقى علمه لله عشان يدخل في الفضائل. يقول لك حتى ان الحوت في البحر يستغفر له اللي بيعلم الناس الخير. شوف البحر ده فيه كم سمكه، شوف فيه كم سمكه، والدل على الخير كفايه، وكل ما يدل الناس على خير ياخد ثواب عملهم وهو نايم في بيته. كل ده يتوجه لمين؟ للي يخلي علمه لله. شوف الامام الشافعي مشهور عنه كان يقول ايه؟ وددت ان الناس تعلموا هذا العلم الذي في كتبي ولم ينسب الي منه شيء. واخد بالك؟ شوف قد ايه، مش عايز شهره، عايزه لله بس، عايز الناس تتعلمه، مش مهم يقول الشافعي ولا مش الشافعي. شفت كلام الامام الشافعي؟ وقال ما نظرت احدا الا وتمنيت ان يكون الحق على لسانه. ايه ده؟ يبقى مش ما كانش بيناظر علشان الشهره ولا بيناظر علشان ايه؟ علشان الانتصار على الخصم. لا، عشان كده نفضل نقول الشافعي رحمه الله ليوم القيامه. ليه بقى؟ لانه عمل لله فربنا اذاع صيته ونشر مذهبه.
ليه؟ لانه بيعملها لله، فطالما واحد يعملها لله خلاص انتهت. فهمت؟ فنسال الله سبحانه وتعالى حسن النوايا، لان هذا توفيق ما بعده توفيق. ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال، رجل اعمال بقى عنده اموال كثيره وطول النهار قاعد ينفق ما شاء الله في وجوه الخير. فهمت ازاي؟ ما احنا قلنا القارئ خلصنا، احنا قلنا القارئ ثم امر به فقد قيل، قالوا هو قارئ فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، نار التطهير وليس نار الخلود. ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كله فاتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك. قال له لا، ده انت عملت عشان الجماعه وعشان الطائفه وعشان مجلس الشعب وعلشان المناصب وعلشان البهويه وعشان البكويه وعشان البشويه. كانوا زمان بيشتروا اللقب، كان ينفق النفقه يشتري اللقب. تصور بقى، يعني كل لقب كان ليه ثمن في مصر، باشا يدفع 100,000 جنيه، بيه يدفع 50,000 جنيه، أفندي يدفع 10,000 جنيه. الله. وساعات كمان معهوش فلوس خالص يروح يحج عشان ياخد لقب حج، الحج فلان، والحج فلان راح والحج فلان جه. فهمت ازاي؟ يبقى رايح يحج عشان اللقب. فربنا ينجينا يا سيدي. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. يبقى كل ما جاء من فضائل الأعمال تكون لمن فعلها لله. فهمت ازاي؟ لما تقعد تقرا في فضائل أي عمل ما تقولش إن أنا لو عملت العمل ده هاخد هذا الفضل، إلا لو عملته لله خالص تاخد بقى الفضل. فلا بد انك تراقب نيتك عند العمل وتراقب قلبك عند العمل، لان الله لا يريد عمل وخلاص، يريد عمل بنية موجهة له سبحانه وتعالى. وعن ابي قال وحدثناه علي بن خشرم قال اخبرنا الحجاج يعني ابن محمد عن ابن جريج قال حدثني يونس ابن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرج الناس عن ابي هريرة رضي الله عنه فقال له ناتل الشام، واقتص الحديث بمثل حديث خالد بن الحارث. باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم. يعني ممكن الانسان يعمل العمل لله يوم ربنا يعجل له طيباته في حياة الدنيا. فهمت ازاي؟ هو عمله لله خالص، يوم ربنا برضو يديله ثوابه في الدنيا، فلما ياخد ثواب في الدنيا من عمله ويعجل له يقل بقدر ما عجل له من ثوابه في الاخر. فهمت بقى ازاي؟ القاعده كده. وعن ابي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن يزيد ابو عبد الرحمن قال حدثنا حيوه بن شريح عن ابي هانئ عن ابي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخر ويبقى لهم الثلث ثواب في الآخر، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم في الآخر. يعني الإنسان لما يعمل حاجة لله ويفشل في الدنيا ياخد اجرها كامل في الاخر، ولما يعمل حاجة في الدنيا لله وينجح ياخد تلتين اجره في الدنيا وتلتها في الاخر. شوف قد ايه. فكن مع الله لا تخسر ابدا، قد يعجل لك جزء وقد يؤخر الكل، ولكن كن مع الله. وعن ابي قال حدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني ابو هانئ قال حدثني ابو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم في الآخرة. يعني الإنسان لو حرم ثواب عمله في الدنيا يكون برضو سعيد ومبسوط، ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ادخر له كل الثواب للآخر، فما يبقاش زعلان. فهمت إزاي؟ باب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. حديث الأعمال بالنيات ده حديث مهم، ويعتبر من ضمن أعمدة الفقه الإسلامي، فدي مهمة جدا. لذلك الإمام الشافعي يقول لك إيه: يدخل في 70 بابا من العلم، وقال هو ثلث الإسلام، وبعضهم قالوا هو ربع الإسلام. وكان عبد الرحمن بن مهدي عالم الحديث اللي الإمام الشافعي كتب له كتاب الرسالة، كان يقول إيه: يستحب لكل مصنف كتاب أن يبدأ هذا الحديث في أول كتابه حتى يستحضر النية ويجعل تأليفه ده لله. وبالفعل الإمام البخاري لأنه من مشايخه عبد الرحمن بن مهدي، افتتح كتابه الإمام البخاري أول حديث: إنما الأعمال بالنية، علشان يستحضر النية. فده حديث مهم لابد ان كل مسلم يبقى حافظه ويعمل به ويذكر نفسه به باستمرار. وعن ابي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنية، وانما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. ومن لطائف هذا الاسناد ان هو رواية ثلاث تابعين عن بعضهم البعض. يحيى بن سعيد الانصاري ده تابعي يروي عن محمد بن ابراهيم التيمي، ده تابعي يروي عن علقمة بن وقاص الليثي، ده تابعي. ثلاث تابعين يروى عن بعضهم البعض، وكلهم يروى عن مين؟ عن عمر بن الخطاب. فلم يرويه عن عمر بن الخطاب إلا واحد، اللي هو مين؟ علقمة بن وقاص الليثي. ولم يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا واحد، اللي هو إبراهيم التيمي. ولم يرويه عن إبراهيم التيمي إلا واحد، اللي هو يحيى بن سعيد. وبعد يحيى بن سعيد بقى رواه مئات وألوف، يعني من أول الحديث طرف الحديث الأول أحد غريب وليس متواتر، طرأ عليه التواتر من بعد يحيى بن سعيد. فهمت ازاي؟ ما هو الحديث اللي مروي من طريق واحد يسموه ايه؟ احاد غريب، مش كده؟ فده مروي من طريق واحد من اول الصحابي لثلاث مشايخ، والثلاث مشايخ اللي بعد الصحابه ثلاثه تابعين يروي بعدهم عن بعض. ودي من لطائف هذا الحديث على فكره. بعد يحيى بن سعيد بقى رواه بقى مئات عن مئات عن مئات، فطرأ عليه التواتر بعد يحيى بن سعيد. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث حاء قال: وحدثنا أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد بن زيد حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان حاء قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا حفص يعني ابن غياث ويزيد بن هارون حاء قال: وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا ابن المبارك حاء قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، كلهم عن يحيى. شوف كل دول بقى طرق كتير قوي لحد يحيى ويجيب لك بقية الإسناد. يحيى ابن سعيد عن إبراهيم التيمي عن عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. فمهما تعددت الطرق تيجي في الحته دي تروح جايه نفس الاسناد. فهمت؟
كلهم عن يحيى بن سعيد باسناد مالك ومعنى حديثي، وفي حديث سفيان سمعت عمر بن الخطاب على المنبر. والعجيب ان سيدنا عمر يروي الحديث على المنبر، يعني سمعه جمع كبير، وما يرويش من المنبر ده كله الا ايه؟ الليثي بس، علقمه بن وقاص الليثي، من نوادر الاحاديث. ده المفروض لو قالوا على المنبر بقى يكون بقى سمعه مئات الناس تروي عنه. لكن شوف بقى، سبحان الله، واحد بس هو اللي يروي خلاص، واكتفى الناس عنه بروايته، محدش حاول ينافسه حتى في الروايه ويروي عن سيدنا عمر، مع انه قالوا على المنبر يعني على الملأ. سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين الشهادة في سبيلك، والموت والدفن بجوار حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. شوف، ولو مات على فراشه. شفت انت سيدنا خالد بن الوليد اللي قضى عمره في الحروب، مات على فراشه في حمص ودفن في حمص، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. وسيدنا عمر كان قاعد في المدينة، وكان أمير المؤمنين هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كده برضه أمير المؤمنين، وسمى نفسه بعد كده أمير المؤمنين عشان ما تبقاش خليفة خليفة رسول الله، ويجي بعديه يقول لك خليفة 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 رسول الله، واللي بعده خليفة 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 خليفة، هتبقى صعبة. فقام سيدنا عمر قال إيه؟ أمير المؤمنين، وريح الحكاية. سيدنا عمر كان يقول اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك والدفن في بيت في بلد حبيبك. فالصحابة يقولوا له إيه الدعوة الغريبة دي يا عمر؟ اللي عايز يموت في سبيل الله يخرج يجاهد هناك، ازاي يعني هتستشهد وفي المدينه ما فيهاش حرب؟ ازاي يعني؟ الصحابه نفسهم بيستعجبوا، ازاي يدعي دعوه زي دي؟ يعني ما تجيش في بال حد. يقوم يقول ايه؟ ياتيني بها الله وما ذلك على الله بعزيز. فيقوم في الاخر، في اخر خلافته، ايه، ربنا يسخر لي واحد كافر، حتى هو حمل ربه ان اللي قتله كافر مش مسلم عاصي كمان، ابو الولاء المجوسي، يقتله وهو في المحراب بيصلي ويدفن في المدينه، ياخد الشهاده ويدفن جنب النبي، مش جنب النبي وبس، ده في مقصوره النبي بجوار قبره. فشفت بقى رضي الله عنه لما تصدق الله في السؤال ربنا يديلك، ما يخيبش ظنك. وعن ابي قال حدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى واللفظ لحرمله، قال أبو الطاهر أخبرنا، وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه بصدق. فشكل النبي من ضمن دعواته إيه؟ اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش الصعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. دعوة تحفظها مهمة، تقولها بعد كل صلاة. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش الصعداء، مش كده برضو؟ واللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش الصعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. خمس حاجات، وموجودة في حزب الفتح الصديقي عندنا في كتاب الأوراق. باب ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن وهيب المكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبه من نفاق. قال ابن سهم يعني لم يغزو يعني ايه؟ يعني لم يؤمر بالغزو، لم يجد هناك يعني وجد امام للمسلمين ودعاه للغزو فلم يغزو، يبقى مات على شعبة من النفاق. انما افرض ايه؟ ما وجدش داعي الغزو، لانه الغزو لابد ان يكون في جماعة،
ولا بد ان تكون الجماعه تحت امره امام، ولا بد ان يكون هذا الامام يكون مبايع مبايعه صحيحه بالشروط دي كلها. طب افرض مش موجود، يبقى خلاص مجرد تحدث نفسك تقول يا سلام لو بس ايه المسلمين احتاجوا اي غزو انا جاهز، يكفيك انك انت بس بنيتك كده تبقى حدثت نفسك. قال ابن سهم ممكن نطبق على الجيش، الجيش طبعا دلوقتي الجيوش، الجيوش اللي هم الجيوش اللي واقفه ضد اليهود، في ناس بتهرب من الجيش ومتعرفش تدخل الجيش، اللي بيهرب من الجيش ومش قادر يدخل منه الجيش دي انا ما انصحوش اولا، لسبب ان دخول الجيش هيديله خبرات كويسه في الحياه دي حلوه، لكن على اي حال لو هرب من الجيش لانه هو اصلا يعني ليست له القدره على القتال وكده، فهي هتختلف اختلاف كل واحد ونية كل واحد، هو بيهرب من اجل الهرب ولا بيهرب من اجل ان ينفع المسلمين من جهة تانية، فهمت ازاي؟ فكل واحد على حسب. لكن التحايل على القوانين انا اكرهه عموما، يعني انا طول عمري يعني انا يعني خلاص قربت ان انا انهي حياتي الحكومية، عمري ما تحايلت على القانون منذ ان تخرجت لحد الوقت، عمري ما تحايلت على القانون. تسجيل ماجستير لازم زي اللوائح، مش عارف تسجيل دكتوراه زي اللوائح، امشي كده زي اللوائح زي اللوح، عمري ما تحايل وعمري ما دفعت رشوه في بلد تسير بالرشوه، والله عمري ما دفعت رشوه لحد، وفي نفس الوقت عمري لم اخذ حقي كمان، شوف مما من الله بي علي، يعني عمري ما هضم حقي وعمري ما دفعت رشوه لاخذ حقي، وعمري ما تلاعبت علشان اخد منصب مش بتاعي او اخد حاجه مش بتاعتي. فانت لما تمشي كده مستقيم ربنا ييسر لك امورك وخلاص الحكايه سهله، فاهم؟ ما تتحايلش على حاجه، ليه؟ لان اللي مكتوب لك هتاخده، لا حيله في الرزق، مش كده برضو؟ الواحد لو اقتنع بكده يمشي زي السيف مش همه، لانك لو احتلت على حاجه مش رزقك ودفعت 100 رشوه مش هتاخدها، فهمت بقى؟ لو دفعت حتى 100 رشوه مش هتاخدها وتبقى انت ايه؟ خدت اسم الرشوه. لكن لو مكتوبه لك والله لو اجتمع الانس والجن عشان يمنعوا لك مش هتتمنع، هتجيلك هيخبطوا على بابك يقول لك خدها، تقول لهم مش عايزها اقول لك ارجوك خد، يتحايلوا عليك عشان تاخدها، والله بكلمك جد. لازم يبقى عندك يقين، عارف اللي بيتلاعب ويتحايل ده يقينه ضعيف، متصور ان تحايله ده هيزود رزقه، الرزق ما بيتزودش بالحيله، فاهم؟ انت امشي مستقيم رزقك هيجيلك، امشي مع وجه رزقك هيجيلك برضه، لا الاعوجاج هيزود الرزق ولا الاستقامه هتمنع الرزق، الرزق ثابت، لازم تعرف كده في حياتك كلها تمشي كده. ممنوع التحايل على القوانين، ليه بقى؟ علشان ما تبقاش يعني تخرم مروءتك وتتعرض للمساءله وتتعرض لانك انت تتحول للتحقيق وتبقى في الحاله دي تبقى راجل ايه؟ يعني لا مروءه لك، ما عندكش بقى مروءه وتبقى موصوم، يقول لك اصل ده راجل متلاعب، ده راجل مرتشي، ده راجل مش، لا، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، هو ديننا كده، تمشي مستقيم تبقى حلو قوي، يقول لك امشي مستقيم يحتار عدوك فيك، فلا داعي للتلاعب. قال ابن سهم قال عبد الله بن المبارك فنرى ان ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بل يعني الغزو الواجب ده يروا ان الحديث ده خاص بفتره الصحابه ايام الصحابه لنشر هذا الدين، اما بعدما انتشر فصار الغزو فرض كفايه، اذا قام به البعض سقط عن الاخرين، فهمت بقى ازاي؟ ادي معنى فهموا الحديث ده على انه على فرضيه الكفايه وليس على فرضيه العين، وأنه كان فرض عين على القادر أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتأسس هذا الدين وينتشر، أما بعدما انتشر وكثر المسلمون فصار فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر. لما تبقى أنت ناوي عمل صالح وربنا سبحانه وتعالى يحبسك بمرض أو بعذر، اعرف إن كتب لك ثواب العمل الصالح ده، فبتزعلش. يعني انت نازل رايح تصلي اتكعبلت اتكسرت فاتحبست في البيت شهر ونص على ما الكسر خف،
مكتوب لك بتصلي جماعة الشهر ونص ده في الجامع، ما تقلقش وانت بتصلي في بيتك، شوف قد ايه، لان ربنا ليه النية. واللي حبسك العذر، وهو يعلم ان لو ما كانش عندك العذر هتعمل كده. يبقى الانسان ايه؟ يعمل مع الله، يتعامل مع الله وما يندمش. فهمت بقى؟ وعن ابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال ان بالمدينه لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم، يعني معكم في الاجر. حبسهم المرض يعني العذر، اعمى اعرج مريض لا يجد ما يحمله، اعذار. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو معاويه حا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع حا. عارف الاشج يعني ايه باللغه المصريه؟ المبطوح، يعني المبطوح يعني اللي واخد ضربه في راسه. الاشج يعني ايه؟ شجه يعني ضربه في راسه، فصار عنده اثر ايه؟ جرح، شجه. المصريين يقولوا ايه؟ بطحني، بطحني يعني ضرباني، شجني في راسي. يبقى المصريين يقولوا على الشجه بطحه. فهمت؟ ويقول لك اللي على راسه بطحه يحسس عليه. فهمت؟ يعني اللي مرتكب اسم يعني وجريمه، اول ما تسمع هذه الجريمه يفتكر ان هم بيشيروا اليه. فهمت ازاي؟ ادي معنى. يبقى ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد غير ان في حديث وكيع الا شاركوكم في الاجر. ونقف على باب فضل الغزو في البحر غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر امورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، بلغنا رمضان واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزياره النبي عليه الصلاه والسلام هذا العام وكل عام يا رب العالمين. يا رب ان لم تكتب لنا الحج هذا العام فانا نويناه يا رب العالمين ونحبه ونريده ابتغاء مرضاتك، فاكتب لنا اجره يا رب العالمين، واجعلنا شركاء الحجاج في طوافهم وفي سعيهم وفي وقوفهم في عرفة وفي رميهم الجمرات وفي كل دعوة يدعونها، فإنك على ما تشاء قدير وأنت الغني المغني الكريم يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.